ضئضئ هذا. شوف الحديث النبوي الذي يصور لك كيف أن كثير من هؤلاء الجماعات في هذا اليوم في هذه الساحة في هذا العصر ينطبق عليه ما قاله المصطفى. نعم. فليخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم. يعني معناه بيصلوا كثير وبيصوموا كثير، يقرؤون القرآن أكثر منكم يعني، لكن لا يجاوز تراقيهم. نعم. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يا رب سلم. يعني معناه أن القلوب منطوية على السوء، أن القلوب مملوءة بالحسد، مملوءة بالغل، مملوءة بالكبر، مملوءة بالتطرف. نعم. ينظر هذا الذي نشاهده اليوم. نعم حضرتك وصلتني فعلا للنقطة اللي أنا عايز أوصلها. ال- 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 اليوم التطرف الموجود اليوم، التطرف الموجود يعني حضرتك بتربط دلوقتي فعلا الأمور ببعضها. نعم نعم. التطرف الذي نعاني منه اليوم نعم هو احتقار الغير.